في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن بعض قواعد التفاضل، وكنا بدأنا نتكلم عن حاجة اسمها chain rule، او ازاي ان احنا نعمل تفاضل لدالة بالشكل ده. هو f of x بتكون قوس جواها x، القوس ده مرفوع لأس. كنا بنقول ببساطة شديدة المطلوب مننا ان احنا نفاضل ما بداخل القوس مضروب في مفاضلة القوس او تفاضل القوس كأنه حاجة واحدة. طيب ادينا مثالين المرة اللي فاتت، والمرة دي في الفيديو ده هو حابب ان انا اكمل بعض الامثلة على نفس القاعدة، وبعدين ان شاء الله ننتقل لقاعدة اخرى اذا سمح لنا الوقت. فخليني ادي كمان مثال على نفس القاعدة. لو انا عندي مثلا ان دالة f of x عبارة عن بتساوي القوس اهوت x تكعيب زائد 2x تربيع ناقص x أس مثلا سالب 2. الكلام ده كله مرفوع لكام؟ لأس سالب 7. نفكر بعد كده بالقاعدة تاني. القصة ايه؟ نفاضل اللي جوه القوس، يبقى نفاضل الجزء دوت مضروب في مفاضلة القوس كله او تفاضل القوس كله كأنه حاجة واحدة. طيب كأن اللي جوه ده اكس بس. فخلينا نقول ان المشتقة بتاعت الكلام ده او التفاضل بتاع الكلام ده هيكون عبارة عن مفاضلة ما بداخل القوس، يعني احنا بنتكلم في 3 اكس تربيع، ده مفضل التفاضل الاكس تكعيب، زائد الاثنين في اثنين باربعة. الاثنين دي تنزل هنا تتضرب في الاثنين دي تبقى اربعة اكس، كان فوق اثنين تطرح واحد يعني قص واحد، ناقص دي ناقص اثنين تنزل تحت تتضرب في سالب واحد او في سالب، يعني معناها ان هي زائد اثنين اكس. الأس ده سالب 2 نطرح منه 1 يبقى سالب 3. كده احنا عملنا ايه؟ احنا كده فاضلنا اللي داخل القوس ضرب تفاضل القوس كأنه حاجة واحدة. كأن انا دلوقتي بقول اكس أس سالب 7 دي تبقى معناها ايه؟ اجيب سالب 7 تحت، يعني الكلام ده مضروب اهو في اللي انا هقوله ده، الكلام ده مضروب فيه، سالب 7 تنزل تحت سالب 7، وأيا ما كان بقى اللي داخل القوس، وأطرح واحد من الأس اللي هو سالب 7 يبقى سالب 8. طيب يبقى نطرح واحد، يبقى نحط وبعد كده والباقي نحط إيه اللي كان جوه القوس زي ما هو خالص. يبقى إكس تكعيب زائد 2 إكس تربيع ناقص إكس أس سالب 2، نفس اللي جوه القوس ما غيرتوش. يبقى ده تفاضل ما بداخل القوس مضروبة اهو في تفاضل القوس وكأنه حاجة واحدة وكأنه كان اكس بس. طبعا ببساطة شديدة بقى سالب 7 دي هي مضروبة، فانت ممكن تضرب سالب 7 في القوس ده هوت، يبقى الكلام ده ممكن يكون بيساوي سالب 21 اكس تربيع زائد في سالب 7 يبقى زائد ضرب سالب يديني ناقص 28 ل 4 في 7 اكس ناقص ال 2 في 7 ب 14 اكس اس سالب 3. الكلام ده القوس الاولاني مضروب في القوس الثاني اللي هو كان بقى اللي هو اكس تكعيب زائد 2 اكس تربيع ناقص اكس اس سالب 2 اهوت. الكل القوس ده كله مرفوع لاس سالب 8، وكده يبقى انا جبت تفاضل الداله دي. طيب خلينا ندي مثال تاني كمان ونصعب العمليه شويه او نحط تفاصيل اكتر شويه. لو انا كان عندي مثلا داله شكل دي اف اوف اكس بتساوي ايه بقى؟ بتساوي قوس كده كبير جواه حاجتين، جواه 3 اكس اس سالب 2 زائد
افتح قوس تاني، جوه القوس الصغير ده في عندي 5 اكس تكعيب ناقص 7 اكس. الكلام ده القوس الصغير ده مرفوع لأس 5، والقوس الكبير ده كله مرفوع لأس 3. طب الله، هنا بقى نعمل ايه يا عم هاني؟ ده هنا الموضوع كده كبر شويه. اقول لك لا، بسيطه جدا. احنا نبدا باللي جوه، بعدين نطلع بره، وبعدين ناخد الكبير قوي. طيب معنى الكلام ده ايه؟ في الطبيعي المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اجيب تفاضل ده، خلاص، اللي جوه القوس، وبعدين مضروبه في تفاضل القوس كله. بس انا عندي مشكله في اللي تفاضل جوه القوس، ان في قوس تاني. فخلينا نبدا في جنب كده، نجيب تفاضل القوس الصغير اللي جوه ده، اللي هو ايه؟ اللي هو يعني وكأن انا الداله اللي كانت مطلوبه مني هي 5 اكس تكعيب ناقص 7 اكس، الكل اس كام؟ او الكلام ده كله مرفوع لاس كام؟ لاس 5. فكأن دي مساله صغيره، مساله بحلها على مرحلتين. المرحله عايز بس اجيب تفاضل ده، خلاص. في الحاله ده هيت بنقول برضه هنرجع نلعب نفس اللعبه، تفاضل ما بداخل القوس في تفاضل القوس، كانه حاجه واحده. تفاضل ما بداخل القوس يعني معناها الثلاثه تتضرب في الخمسه تديني 15 اكس تكعيب، تكعيب اس 3 يتروح منها واحد يبقى تربيع، ناقص 7 اكس تفاضلها بناقص 7. ده كده تفاضل ما بداخل القوس مضروبة في تفاضل القوس، وكأنه حاجة واحدة. طيب تفاضل القوس يبقى الكلام ده مضروب في تفاضل القوس، كأنك بتفاضل 5 أس إكس أس 5، فخمسة تنزل تحت ويتبقى لي أيا مكان داخل القوس أس 4. طبعا داخل القوس يتحط ما بداخل القوس زي ما هو، ما بنغيرش فيه حاجة، يبقى اكس تكعيب ناقص 7 اكس. الله، ده ايه كده على بعضه؟ ده على بعضه كده تفاضل الحته الصغيره دي، خلاص؟ تفاضل القوس الصغير اللي جوه القوس. طب تعالى بقى ننسى ان ده اللي كان مطلوب، ده اللي مطلوب انا عايز تفاضل الليله الكبيره قوي دي، خلاص؟ فببساطه شديده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن تفاضل ما بداخل القوس ضرب تفاضل القوس. طب تعالوا الفاضل ما بداخل القوس، يبقى انا عندي هنا اف برايم اكس هتبقى بتساوي تفاضل ما بداخل القوس. انا عارف جزء كبير منه اهو، عارف الجزء الصغير ده اهو اللي هو بتاع القوس اللي جوه ده، عارفه اهو، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن 15 اكس تربيع ناقص 7. الكلام ده مضروبه في 5 مضروبه في 5 اكس تكعيب ناقص 7 اكس. انا بس بنقل الجزء ده على مرفوع لاس 4. احنا قلنا ايه؟ سمعنا كده تاني تفاضل ما بداخل القوس. اه طب هو ده تفاضل ما بداخل القوس؟ لا، ده تفاضل الحته دي، لسه في حته كمان اهي جوه القوس. يبقى تفاضل ما بداخل القوس بيشمل الحتتين دول، الحته دي اللي انا خلاص جبتها على جنب شويه دي زائد، والحته دي كمان. طيب الحته دي تفاضلها ايه؟ السالب 2 تنزل تحت تبقى مضروبه في 3 تبقى سالب 6، سالب 6 واكس اس سالب 2، يبقى السالب 2 يتطرح منها 1 تبقى سالب 3. الكلام ده كله خد بالك، الكلام ده كله عباره عن ايه؟ الكلام ده كله تفاضل ما بداخل القوس. طيب ايه الحته الثانيه مضروبه في تفاضل القوس وكانه حاجه واحده؟ خليني اعمل دي نقطه على ان هي ضرب. ضرب ايه؟ ضرب الجزء الثاني اللي هو، يبقى كل ده، كل اللي انا جبته ده اسمه تفاضل ما بداخل القوس الكبير اللي عليه اس 3 ده، مضروبه في تفاضل القوس كله وكانه حاجه واحده. تفاضل القوس كله وكانه حاجه واحده، كأنك بالظبط هتقول الكلام ده مضروبة في 3 الأس فوق ده ينزل، إيه بقى اللي جوه القوس ده زي ما يبقى؟ أس الأس يتروح منه واحد، بس ننقل بقى اللي جوه القوس زي ما هو، يبقى عندي هنا 2 إكس أس سالب 2، الكلام ده زائد افتح قوس 5 إكس تكعيب ناقص 7 إكس، والقوس ده
أس كام؟ أس 5. يبقى كل ده، الجزء ده كله عبارة عن إيه بقى؟ عن تفاضل الدالة الكبيرة اللي إحنا شفناها دهيت، الجزء ده تفاضل الدالة دي كلها، خلاص؟ يبقى هي قاعدة واحدة ببساطة شديدة، أنا بجيب تفاضل ما بداخل القوس مضروب في تفاضل القوس وكأنه شيء واحد. طيب خلينا نتكلم بقى بشكل يعني فورمال شوية ونقول القاعدة، لأن إحنا اتفقنا في حتة تشين رول، قلنا إحنا هندي مثال الأول وبعدين نشرح القاعدة بتقول إيه. فأنا أنا عايز أشرح فكرة التشين رول أو قاعدة السلسلة اللي هي القاعدة رقم 4 في التفاضل. لو أنا عندي f of x بتساوي h of حاجة كبيرة كده أهو وجواها g of x، خلاص؟ يبقى في الحالة ده هيئة ال f برايم أو ال f داش x أو تفاضل الدالة x هيبقى عبارة عن تفاضل ما بداخل القوس اللي هو تفاضل ال gx لو تفتكر، مضروب في تفاضل القصة دي كلها وكأنها هي بالظبط حاجة واحدة، يبقى ده g of x وهكذا. يبقى ده تفاضل ما بداخل القوس، انا بكتبها لك بشكل اهو مور فورمال يعني في الرياضيات، والكلام ده مضروب في تفاضل القوس كله وكأنه حاجة واحدة. طيب خلينا ندي مثال كمان، نقول مثلا لو انا كان عندي دالة شكلها كده، يبقى ده القاعدة مش مهم تحفظ القاعدة قد ما هو مهم تعرف تطبق القاعدة في مثال. فخلينا ندي مثال، مثلا لو انا ما كنا بنقول مثلا ان f of x بتساوي افتح قوس x تربيع زائد 5x، خلاص، زائد 3، الكلام ده اس 5، خلاص. فكان اللي جوه دي g of x، يعني لو حبيت اطبق القاعدة اللي انا كتبتها فوق دي هتبقى g of x بتساوي ايه؟ بتساوي x تربيع زائد 5x زائد 3، تمام كده؟ وال h of x اللي هي الكبيرة وكأن اللي جوه حاجة واحدة كأنها x بس، هتبقى كأننا بالظبط بنقول x أس 5، وكأن كل الدالة اللي جوه دي بقت x ومرفوعة الأس 5. مش هقول لك كأنك تخيل كده إن اللي جوه القوس ده كله حاجة واحدة، هي دي، خلاص؟ فاللي بيحصل هنا إيه؟ بجيب تفاضل دي مضروب في تفاضل دي عشان اطبق قاعده التشين رول دهيت او قاعده السلسله دي، خلاص. فتفاضل دي بكام؟ اهو ب 2 اكس زائد 5، لان التفاضل الثلاثه بصفر. وتفاضل دي بكام؟ بيبقى عباره عن 5 اكس اس 4، تضرب ده في ده المفروض ان هو يديك الايه؟ التفاضل. طب خلينا نضرب، يلا يبقى انا عايز اجيب اللي هو ده في ده، تمام؟ طبعا دي هتبقى عباره عن الجي برايم اكس، ودي هي الاتش برايم جي اوف اكس، اوكي؟ طيب ده كلام جميل، ده معناها ايه؟ معناها ان المفروض يتساوي 2 اكس. يبقى انا لو انا عايز اجيب تفاضل اللي هو الاف برايم اكس بقى كلها هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن الجزء الاولاني ده اللي هو 2x زائد 5 مضروبة في 5x اس 4. طب ما x دي هي دالة في الجي اكس اللي هي دي، يعني معناها ببساطة شديدة كأن ده مضروب في 5 اهو اس كام؟ القوس اس 4. المفروض اللي جوه القوس ده x، طب ما هي x دالة في جي اكس، دي دالة في جي اكس، يعني كأن الجزء ده كله جي اكس اهي، هشيل دي واحط مكانها جي اكس اللي هي اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 3. الله، طب ما هو ده اللي احنا كنا بنقوله من ساعتها، اللي هو ايه؟ لو انا عايز افاضل دي بقول تفاضل ما بداخل القوس اللي هو الجزء ده مضروب في تفاضل القوس وكانه حاجه واحده، نزلت الخمسه والقوس بعد كده طلع واحد من الاس بقت 4 واللي جوه القوس فضل جوه القوس. يبقى هي دي فكرة قاعدة السلسلة أو التشين رول أو إزاي نطبقها في موضوع التفاضل. طيب أنا هتوقف لغاية هنا
في القاعدة دهيت، بس إن شاء الله في الفيديو القادم نكمل على قواعد التفاضل، ونلتقي على خير إن شاء الله في الفيديو القادم. شكرا.